تعليق على الموضوع ينضم الينا مشاهدينا عبر الهاتف من عمان الباحثه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه الدكتوره هدى فالح الكبيسي. اهلا بكم دكتوره الى استوديو رافدين. دكتوره تسمعيني؟ الو الان، نعم الان. اهلا بكم دكتوره. اعمال تهريب النفط في العراق لا تتوقف منذ الاحتلال الامريكي، ما تكلفه هذه الاعمال وتاثيرها على الاقتصاد العراقي؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى سادة المشاهدين. أهلا بكم. في الحقيقة يعني العراق الآن هو بلد هش منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي حتى بعد القضاء على مرحلة ما بعد الإرهاب أيضا لا زالت هنالك مشكلات كبيرة تتمثل أبسطها في ملفات الفساد هو سرقة النفط العراقي. وبالتالي أن سرقات النفط العراقي متمثلة كما أشرتم في تقريركم من خلال الميليشيات ومن خلال بعض الأحزاب المتنفذة، وخاصة في المناطق التي تخلصت من الإرهاب ومن داعش بالدرجة الأساس. بالتالي وجود هؤلاء الميليشيا في هذه المناطق وبالأخص في نينوى أو في صلاح الدين بعد التحرير أدت بهم إلى السيطرة على كثير من الحقول النفطية، حق القيارة على سبيل المثال نفط قيارة، وعلى سبيل المثال أيضا عندك في صلاح الدين حقلين نفطيين علات وعجين سيطر عليهم من قبل الميليشيات. وبالتالي هنالك محدد صهاريج تخرج يوميا حوالي بين 70 إلى 100 صهريج يخرج يوميا للتهريب إلى إيران، وتستخدم هذه الأموال والإيرادات المرجعة وذلك لفائدة الميليشيا، وبالتالي تدخل في جيوبهم الخاصة وليس في الاستفادة منها في بناء والإعمار، وخاصة نحن نعلم أن نينوى بحاجة أمس الحاجة إلى إعمار وإلى إذا هنا سؤال دكتورة نحلية. إذا نعم. هنا سؤال، ألا يدخل الفساد نعم. الحكومي بأعمال تهريب النفط، وإلى أي مدى يشارك السياسيون بأعمال التهريب؟ نعم، يعني هي المشكلة أيضا يعني أساسا هي الحكومة هشة، وبالتالي يمكن هذا نربطه ويا بعض الأرقام التي ظهرت حديثا تخص بالحرية الاقتصادية تقيس بها نزاهة الحكومة العراقية 20.3، يعني خلينا نقول 20%، وبالتالي تقول أن هذه النزاهة نزاهة الحكومة تعني أنها لا تستطيع هذه الحكومة القضاء على الفساد ولا تستطيع أن تقوم بالسيطرة على أي عملية اقتصادية أو غير اقتصادية. بمجمل هذه العمليات استطاعت هذه الميليشيات أن تسيطر على دولة، خاصة أنها تقوى يوما بعد يوم بواسطة الإيرادات التي تحصل عليها من سرقات النفط، ولا يوجد هنالك شيء يردعها أو يوقفها، وبالتالي فهي المسيطر وهي الدولة، وهذا ما نقصد به دائما بأنها هي الدولة العميقة. هذه الدولة العميقة هي التي تسير الأمور من حيث السرقات. لو حسبنا عدد الصهاريج، فقط الصهاريج اللي هي 100 صهريج يوميا، تقريبا هي ربع مليار دولار تحصل عليه، لأن يقال أنها تباع بأسعار بخسة جدا. فلو حتى حسبنا سعر اللي يبيعوه من الصهريج بسعر البرميل ب 15 دولار، هم يوصلون سنويا ربع مليار دولار يحصلون من بيع الصهاريج فقط. ناهيك عن وجود الأنابيب المستفاد منها من هنا وهناك وذلك بثقبها وسرقة النفط، ناهيك عن وجود سرقات نفط من إيران تصل إلى 17 مليار دولار، ناهيك أيضا من وجود سرقات في نفط بصرة 7 مليار وأكثر من ذلك. كل هذه المجموعة وكل هذه الأرقام يعني هي توصلنا إلى أنه حتى في النزاهة البرلمانية أشاروا إلى أن هنالك 90 مليار دولار في خلال 5 سنوات هو لتهريب النفط ومشتقاته، وهنالك يعني إذا أريد نقيسها من سنة يعني 2003 إلى حد 2017 فأكيد إحنا راح نشوف الرقم جدا كبير، راح يصل إلى أكثر من 210 مليار دولار سرقة النفط العراقي. هل هناك هذه الأمور نعم. هل هناك من يستطيع إيقاف هذه أو عمليات التهريب هذه؟
يعني انت تستطيع ان توقف هذه العمليات فقط اذا انت امتلكت مقومات الدوله ومقومات الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه التي يجب ان تمتلكها هذه الدوله او هذه الحكومه التي جاءت بعد انتخابات 2018. نعم. طالما لو استطاعت ان تقوم بشيء، ولكن الى حد يومنا هذا نحن نرى انها لا تستطيع ان تقوم بشيء، وبالتالي سوف لن ت... يعني هي ليس بمقدورها ان تتخذ قرار وتسيطر على الوضع. هنالك ايادي مسيطر عليهم ومسيطر حتى على قرار الحكومه من قبل هؤلاء الجهات والميليشيات، وبالتالي هي التي تسير الدوله. لطالما هي هذه موجوده الميليشيات وهذه الدوله العميقه، فان الحكومه بشكل عام هي حكومه تسيير اعمال وليس حتى حكومه منتخبه، لانها لليوم هذا هي لا تستطيع ان تحل اي مشكله، لا المشكله بالنسبه لنفط كركوك، ولا المشكله بالنسبه الى النفوط المسروقه، ولا بالنسبه الى اعمار المدن اللي هي نتيجه الحرب تدمرت مثل نينوى وعندنا صلاح الدين والى اخره، والسرقات يوما بعد يوم تزداد منذ التحرير الى حد يومنا هذا من 2014 الى 2019 هي على قدم وساق السرقات، فكيف لها لهذه الدوله ان تستطيع ان تتخذ قرار او ان تتضح او تتضح لها، حتى لم تتضح لها الصوره في كيفيه اتخاذ القرار؟ يعني ايضا حتى الفعاليه القضائيه تم قياسها ب 12%. يدل على هذا، يعني في المقاييس الاخيره يدل هذا، يقول ان الدولة هي ليس لديها نظام قضائي تستطيع بواسطته أن تعمل على السيطرة أو تستحصل حقوق المواطن وأن تجعله أن يحيا حياة اجتماعية اقتصادية رغيدة. لما عندك هذه الأرقام أنه هي الفعالية الاقتصادية 12% ونزاهة الحكومة 20%، إذا أنت كيف لك أن تستطيع أن تسيطر على الدولة؟ بالتأكيد مع هذه الأرقام لهذا التقرير اللي هو Economic Freedom 2019، يعني هذا كان شكل واضح جدا أعطانا في كيفية تسيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وما هي من مشاكل مرتبطة مع هذه الأرقام التي توصلت إليها هذه الجهات. شكرا لك يا دكتورة هدى فالح الكوبيسي، الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدورية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا جزيلا لك.